يحتوي الثوم على مركبات كيميائية تعمل على تقوية استجابة الكريات البيضاء لبعض أنواع الفيروسات المسببة للزكام والإنفلونزا. فحسب دراسة نشرت عام 2001 بمجلة Advances in Therapy، فإن مستخلصات الثوم أدت إلى اختفاء أعراض الزكام لدى مجموعة من المرضى في غضون يوم ونصف فقط، أي بفعالية بلغت 70% مقارنة بمجموعة شاهدة تلقت علاجا وهميا أي بلاسيبو. وهذا ما أكدته دراسة أخرى نشرت عام 2012 بمجلة التغذية السريرية، حيث توصلت إلى كون مركبات مستخلص الثوم تقلص من عدد أيام الزكام أو الإنفلونزا لدى المصابين.